للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد برحب بك يا فندم معنا إلى هذه التغطية. كنا نتابع منذ قليل هذا المؤتمر الصحفي الهام رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع نظيره البيلاروسي. الحقيقة أنه العديد من النقاط والأمور الهامة لا تم ذكرها في خلال هذا المؤتمر الصحفي، لكن في البداية كيف تقيم وكيف تابعت كلمة رئيس مجلس الوزراء؟ طبعا هي كلمة، أهلا بحضرتك يا أستاذة دانا وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. في البداية طبعا هي كلمة بتدل على عمق ومتانة العلاقات المصرية البيلاروسية، على اعتبار أن هذه العلاقات تم التأسيس لها بشكل جيد من خلال عدد من الزيارات المهمة بين القيادة السياسية المصرية والقيادة البيلاروسية، باعتبار أن الرئيس السيسي قد زار بيلاروسيا في العام 2019، وأيضا ألكسندر لوكاشينكو سيادة رئيس جمهورية بيلاروسيا قد قام بزيارة القاهرة في عام 2017 و2020، وهذه الزيارة تؤسس إلى أن هناك صلة متبادلة وقوية تجمع بين البلدين في إطار الحرص على زيادة روابط العلاقات القوية على المستوى السياسي والاقتصادي، بما يحقق النتائج المرجوة من هذه العلاقة، باعتبار أن دولة بيلاروسيا لها أهمية استراتيجية في شرق أوروبا ولديها الكثير من التفوق في الصناعات المختلفة، وبالتالي والدولة المصرية تعتبر هي البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية، وأهمية استراتيجية مهمة تنزل بيلاروسيا إلى القاهرة، وبالتالي العلاقات بين القاهرة ومينسك هي علاقات تاريخية، وبالتالي تنتقل هذه العلاقات إلى آفاق أرحب من خلال زيادة حجم هذه الزيارات، بما يتوافق مع الاحتفال بمرور 30 عام على العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين القاهرة ومينسك، وهذا تم الاحتفال به في أواخر العام الماضي كدليل قاطع على أن العلاقات تنتقل إلى آفاق أرحب لتحقيق الرغبات المتزايدة للبلدين الكبيرين. دكتور حامد، الحقيقة أنه مما لا شك فيه أنه خلال العشر سنوات الماضية أو حتى الحداشر سنة الماضية كان هناك جهد كبير جدا ونشاط مكثف من قبل القيادة السياسية من خلال لقاء عدد من القادة الرؤساء وقادة دول العالم، وبالتأكيد ينتج عن هذه الزيارات المتبادلة عقد اتفاقيات في العديد من المجالات وتعود بالنفع على كل قطاعات الدولة المصرية. إلى أي مدى كل هذا الجهد وهذا النشاط من الممكن أن يحسن من جودة حياة المواطن المصري، وساهم في شقة تانية أو من ناحية تانية أن يكون هناك بصمة كبيرة جدا وقوية للقيادة السياسية في كل المحافل الدولية، بما بيكون لي عظيم الأثر في ملف العلاقات الثنائية تجمع الدولة المصرية بكل دول العالم؟ الحقيقة يعني يا فندم، بناء العلاقات لا يأتي من فراغ، ولكنه يأتي نتيجة عمل دؤوب بتقوم به كافة مؤسسات الدولة المصرية ممثلة في الدبلوماسية الرئاسية وممثلة في وزارة في رئاسة الوزراء المصرية وأيضا في وزارة الخارجية المصرية، لأن هذه العلاقات لا تبنى بين ليلة وضحاها، ولكن القاهرة أخذت على عاتقها السعي بكل قوة إلى تنويع وتوسيع شراكتها الاستراتيجية مع كل دول العالم لخدمة هذه الدول وفقا للمصلحة المتبادلة والمنفعة المتبادلة، ووفقا لمبدأ رابح رابح، باعتبار أن القاهرة من أكثر الدول التي ترغب الكثير من كل دول العالم في إقامة علاقات استراتيجية قوية، وهذا ما شاهدناه بالأخص في عام 2022 و2023، باعتبارهم هما من أهم الأعوام اللي حققت فيه الدبلوماسية المصرية اختراق في جدار قوي، ونجحت في نقل العلاقات الدبلوماسية المصرية إلى أن تكون علاقات استراتيجية تحقق المنفعة لكل الدول، وهذا ما شاهدناه من دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف رئيسي في أعياد الجمهورية الهندية، وأيضا علاقات قوية مع الكثير من الدول والقمة المصرية الأوروبية التي كانت منذ أيام قليلة، وأيضا مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشغراد كأول رئيس عربي شرق أوسطي، وبالتالي الكثير من كل دول العالم ترغب في إقامة علاقات متوازنة مع الدولة المصرية لتحقيق المنفعة المتبادلة، وبالتالي هناك تطور كبير جدا في العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، هناك تطور كبير جدا في العلاقات المصرية مع كل دول العالم، وده اللي شاهدناه من الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأزمات التي شهدتها المنطقة والمنطقة الشرق أوسطية. نجد أن القاهرة أصبحت هي قبلة لكل القادة الأوروبيين والدوليين لتنسيق المواقف، وده أيضا بينعكس في أن القاهرة نجحت في عمل بيئة خصبة للاستثمارات سواء المباشرة أو الغير مباشرة، ونجحت في إنشاء الكثير من الأماكن التي ستؤدي قولا واحدا إلى جعل القاهرة هي البوابة الرئيسية، وتجعل الكثير من الدول في إقامة شراكات استراتيجية اقتصادية
استثمارية كبيرة تؤدي إلى إيصال هذه السلع التي تنتجها الدول الأوروبية إلى القارة الأفريقية من خلال البوابة الرئيسية لهذه القارة وهي الدولة المصرية، وده اللي شاهدناه. الصين تريد إقامة منطقة صناعية في القاهرة في مصر، وأيضا روسيا على نفس النهج، وبيلاروسيا الآن تسير في نفس هذا الاتجاه وتسعى إلى إقامة علاقات اقتصادية قوية مع الدولة المصرية، وبالتالي الدولة المصرية نجحت في إرساء قواعد اقتصادية وسياسية قوية تكون هي الأساس لانطلاق علاقات رئيسية بينها وبين الكثير من الدول. طيب لو هنتكلم عن كل نقطة على حدة من خلال ما تم ذكره من قبل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر الصحفي إلهام، تحدث عن نقطة أيضا غاية في الأهمية، مسألة التبادل السياحي بين الدولة المصرية والبيلاروسي، ورحب حتى دكتور مصطفى مدبولي بكل السياح البيلاروس على شاطئ أو على سواحل البحر الأحمر، خاصة لما تتمتع به الدولة المصرية بموقع متميز وهام وحتى استراتيجي. مسألة زيادة معدلات السياحة بين الدولة المصرية والبيلاروسية، كيف تقيم معدلات السياحة بشكل عام في الدولة المصرية في عام 2024 وما بين الدولة المصرية والبيلاروسية؟ يعني الدولة المصرية أصبحت هي الواجهة الرئيسية لكل دول العالم، ويتم اختيار أهم المدن المصرية لتصبح هي الواجهة الرئيسية، وذلك من أكبر المواقع السياحية لاختيار الدولة المصرية، باعتبار أن الدولة المصرية هي من أكثر الدول الجاذبة للسياح في العالم، وبالأخص السياح بالبيلاروس، باعتبار أن مصر هي ثاني دولة كواجهة رئيسية للسياحة البيلاروسية، كدليل قاطع على أن هناك زخم في العلاقات. ولكن أرى أن الفترة القادمة سيكون هناك زخم أكبر في العلاقات السياحية، لأن هذه الزيارات وتوقيع الكثير من اتفاقيات التفاهم سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياحي أو المستوى الاستثماري سيدفع في اتجاه تعزيز هذه الجزئية تحديدا، وبالتالي القاهرة ستسعى وبكل قوة إلى زيادة عدد السياح البيلاروس إلى شرم الشيخ وإلى الغردقة باعتبارهم هم الوجهات الرئيسية. وأيضا القاهرة تسعى الآن إلى توسيع الرقعة السياحية بشكل كبير، وهذا ما شاهدناه في مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، كدليل قاطع على أن هناك. أنا بشكر حضرتك دكتور حامد فارس، وعفوا طبعا على ضيق الوقت، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف.